صباح النور. صباح النور، كيفك اليوم؟ منيحة. انا شفتك برا بس ما عرفت انه انت شو اخبارك. الحمد لله. يعني نسرين، كيف بداتي تتساءلي عن فقدان قدمك، خاصه انه انت فقدتيها بعمر صغير؟ ما هو مزبوط، انا فقدتها بعمر 2 سنين، بس لا بلشت افهم عن وضع اجري كان بعمر 8 سنين. نعم. هلا كنت بالمدرسه لاحظ انه حركتي غير حركه رفقاتي، في كثير ليميتيشن كانت. نعم. بس اكثر شيء حسيت بالموضوع لما كسرت اجري اول مره، عرفت وضع الصحي وعرفت انه في عندي ليميتيشن معين لازم انتبه له. نعم نعم. طيب هل كان حياتك طبيعيه منذ ان كنت طفله؟ كان هناك محاذير ربما من والدتك او من والدك لحتى يعني هيك تجتنبي اشياء يمكن انت بتكون اصعب عليك؟ عمر 8 سنين ما كان في اي محاذير، بالعكس كنت عايش حياتي طبيعيه، كنت نط مثل الاولاد والعب عادي. نعم. بس كسرت اجري زادت الليميتيشن، صار في انه ايه في قصص ما لازم اعملها، صار في قصص ما لازم انتبه لها. بس بالبدايه اخذتها باستل شيء ما كنت انتبه لها، كسرت اجري مره ثانيه ساعتها عرفت انه لا لازم انتبه على وضعي اكثر ولازم انتبه اكثر يعني على القصص. نعم نعم. انت كسرتي رجلك وقت اللي كنت عم بتمارسي رياضه كره السله، خبرينا اكثر. كنت عم بلعب مع رفقاتي بيت الجبل وزحطت عن السله، انا عم بتكمش فيها زحطت فاضطرت كسرت اجري. نعم نعم. فوقتها الحكيم قال انه هلا ممنوع بقى تلعب ابدا كره سله لانه صار كسرين، فصرنا نحن بمرحله كثير خطره. نعم. نتلعب. نسرين هيك اللي عم بيسمع هلا القصه بيقول انه نسرين كيف كملت؟ يعني هل تخلت عن حلمها من بعد ما انكسرت رجلك او شو صار؟ كيف قدرتي انك تكملي لقدام؟ لانه هاي المعاناه يعني او ربما هذه الحوادث التي تحدث كثير بتثبط من عزيمه الكبار، فما بالك اذا كان طفل بحب الحياه وبشوف الاطفال ممكن يحب بيقارن حاله بالاطفال اللي حواليه ليلعب. يعني هي بطلت العب باسكت بس صرت تابع باسكت اكثر، وقررت بدل ما انا اكون اللاعبه انا اكون موجوده بس دورات الكواليس، يعني انا ادرب هاللعيبه، انا اشرف على تدريبهم ان كان بغذائهم برياضتهم ليقدموا البرفورمنس اللي انا كنت احلم انه انا لازم اقدمه. نعم. يعني نعم. قلبت الحلم ما غيرته. حلو كثير. كنت دائما مصره على انك تضلك تلبسي فساتين، ما كنت حابه انك تخبي هذا الشيء، فخوره باللي انت عندك اياه. ايه اكيد، انا وصغيري كان اهلي علموني ضل البس الفساتين والشورتات وتبين اجري عادي. بسنه 2017 في حدا قال لي انه اعتبر اجري انه هي نقطه ضعفي، فقررت اكشفها اكثر فرجي انه لا منا نقطه ضعف بالعكس نقطه قوتي. فكرمال هيك وقتها كشفت اجري كانت مزبوط مبينه كل التفاصيل بالطرف الاصطناعي. فوقتها صاروا يقولوا لي طب من وين جايبه هالقوه انت عندك طرف اصطناعي؟ فسالتهم من وين جايبين هالضعف انتم عندكم اجرين طبيعيتين. الله شو حلو. عم تشعري بانه هذه التعليقات انه فعلا ناجمه عن ضعف بالاشخاص؟ ايه اكيد، هو لما ما بيقدر يكون مثلك فبيصير يحطمك، وهذا دائما بتصير. كان اول شيء كنت ازعل لما حدا يحكيني شيء او يزعجني باي كلمه، بعدين صرت اتاقلم اقول لانه مش قادر يعملها. نعم. وارجع كفي حياتي طبيعيه. نسري انت مقتنعه بانه انت عملتي اشياء كثيره، في اشخاص مثل ما قلتي بقدمين وما قدروا انه يعملوها، يعني انت بهذه الاعاقه الصغيره اللي موجوده بحياتك عم تقدري حتى انك انت تكوني مدربه رياضيه على سبيل المثال. كيف اخذتي هذا القرار الصعب؟ يعني هذا القرار بحاجه لجسم متكامل، فت، حركات ايضا فيها ليونه. ايه لما برجع بحكي لما كنت صغير لما بحب الباسكت كان وقوفي بقلب الملاعب هذا شغف الي، يعني حبي لكرة السلة كان كثير حب شغف، فكان لازم يعني اعمل شيء بيعبر عن هذا الشغف اللي عندي. نعم. كانت النيوتريشن كاخصائيه تغذيه ما كان كثير معبر عن اللي انا بدي اياه، فقررت وقتها انتقل واتخصص بنيوتريشن اند سبور فيزيولوجي لهذه الطاقه وهذا الحب اللي عندي لكره السله عبروا بهذه الطريقه. نعم نعم. هالقوه اللي موجوده عندك من وين عم تستمديها نسرين؟ يعني هل محيطك انت محفز لإلك؟ خبريني عن محيطك القريب والابعد الأكبر، يعني المدرسة، الجامعة، كيف قضيتي هيك الوقت؟
خلال المدرسة كان في دعم من الـ من الـ يعني من الإدارة، من التلاميذ، حتى رفقاتي ولا مرة وجهوا لي أي كلمة أو أي نظرة مزعجة. بالعكس، مع إنه كنا أولاد، بالعكس بالجامعة كانت نظرة التنمر، كان الاستخفاف للأسف، مع إنه أكبر يعني المفروض إنه يكونوا أضعف والمسخرة. نعم. يعني كنت بس أقول إنه أنا يعني بتذكر أول مرة قلت بدي أعمل مدربة رياضية. نعم. قالوا لي ما في مدربة رياضية بطرف اصطناعي، شو جاي تعملي هون؟ هذا مش مكاني. قلت له يمكن ما في، بس في يكون أول حدا. وهذا اللي صار. كان كل ما احكي عن الرياضه او شيء يعتبروني ما لازم اكون متعلمه او ما لازم اكون موجوده معهم على المقاعد الدراسيه، لازم اكون مكاني بالبيت. كان هذا الشيء كثير موجود بالجامعه، بس اكيد كان في دعم من اهلي ومن بالاخص خيي انه لازم تكفي هذا حلمك، لازم تشتغلي عليه. وانا دائما بقول يمكن انتم بتشوفوها طرف اصطناعي، هي شقفه حديد او هيك، انا بشوفها هي المصدر القوه، لانه انا لما بوقف الصبح بوقف عليها، بوقف على قوتي. نعم. اللي هي بتمشيني بتحركني، فبحس. وفي كمان شخص اسمه نسرين أكيوز، الطفله اللي كانت تحب كره السله، هي شغفي، هي قوتي لحقق شغفي بالكره السله وحقق لحلمها تكون موجوده بالانديه الاوروبيه. عم بتشتغلي على هذا الحلم؟ ايه اكيد، كل يوم بشتغل عليه باي طريقه بعمل، من خلال اكسبيرينس، من خلال الورك شوب بشارك فيهم، دائما هذا الحلم لاوصل للحلم الكبير انه اكون بالملاعب الاوروبيه. لاقول لكل شخص، لكل مراه، ايه فيك تكوني بمجال رياضه، وهذا مش حكرا للرجال، ولكل شخص عنده طرف اصطناعي، ايه فيك تكون موجود وين ما كان، او اي شيء بتحلم فيه فيك تحققه، وما في شيء بحد من قدراتك. نعم، طيب التدريبات كيف عم تعمليها؟ خبريني، يعني انت اصلا مدربه رياضيه الان. رح ارجع اسالك انه مين اقترح عليك انك تكوني مدربه رياضيه؟ قلتي لي بحافز داخلي، ولكن كيف كانت الامور؟ قد ايه كانت سهله او صعبه؟ ولكن ايضا من نفس من جانب اخر، انت كمدربه رياضيه كيف عم بتمارسي هاي التمرينات لحتى تحققي حلمك الكبير؟ يعني انت حلمك كثير كبير انك تكوني موجوده بالانديه الاوروبيه. انا بعتقد عم بحقق كل شيء هذا بالاصرار، يعني انا في كثير تمارين ما كنت اقدر اعملها بالمره، يعني في محلات كنت امشي بس عم بالخطوات، ما اقدر اركض، ما عندي هذه السرعه، كله بتدريب. يعني بتروحي بتتمرني يوم ورا يوم، اكيد في ايام بتقولي خلص تعبت ما لقى بقى لازم كفي، بس ايام ترجع بتقول لا لازم كفي لانه في عندك حلم اكبر، بتشتغلي على حالك، بتكوني من الصفر. بعد ايام حتى من تحت الصفر في محلات بلشت، لو وصلت لاقدر اعمل التمرينات مثل ما لازم بطريقه الصحيحه بالتكنيك الصحيح. هلا بعد في اكزرسيت يمكن ما بقدر اعملها انه تتطلب سرعه اكثر، بتتطلب طرف اصطناعي غير. نعم. لانه التكنولوجيا ساعدتنا كثير، لانه صار في اطراف اصطناعيه بتساعدنا نركض وننط اكثر. نعم، وعم بنشوف اصلا نحن على مواقع التواصل مصبوع. الاجتماعي هناك ابطال فعلا رياضيين عم بيكونوا يعني طرف صناعي واحد. ربما كانت يد مبتوره او قدم مبتوره، عم بنلاقي انه عم بيعملوا اشياء كثير يعني مهمه. مصبوع. وعم بيحققوا يعني انجازات. التكنولوجيا كثير ساعدت الاشخاص اللي عندهم يعني اطراف اصطناعيه، ساعدتهم بكثير محلات، يعني صار في اطراف اصطناعيه للركض، للسبرنت، لكثير قصص، وهذا الشيء كثير مفيد لازم نستفيد منه انه التكنولوجيا عم تكون بخدمتنا. نسرين، بتعرفي هذيك المره كنت هيك بحديث انا ويعني زميله لإلي، هي بتشتغل في مجال التعليم، وقالت لي انه اي شخص بيكون عنده اعاقه معينه يعني جسديه، دائما ما يطلب منهم انه معاملته معامله الشخص العادي، لانه بيشعر انه انت عم تخصصي له معامله مختلفه لانه في هناك نقص معين. هل هيدا الكلام فعلا صحيح؟ بما انه انت يعني من هؤلاء الأشخاص، وأنت حدا يعني نحن كلنا في عنا إعاقات، إذا ما كانت ظاهرة كانت يمكن متخبية، هل تشعري فعلا أنه المعاملة الخاصة لإلك ممكن كانت تجلب شعور بنقص ما؟ أنا أكثر شيء بحبه كان بالمدرسة أنه أنا كنت مثل أي تلميذ تاني، إذا أغلط أتعاقب، وإذا ما أغلط أو أعمل شيء منيح كيف، حتى ما كان يميزوني بيني وبين اي تلميذ، وهذا الشيء اللي خلى انه كل تلميذ يعتبرني مثلهم. يعني ما حدا صار يطلع فيه انه انا في شيء عندي ناقص، كرمال هيك عم يعودوا لي اياه بالاهتمام الزائد، كني اهتمام مثل اي تلميذ ثاني. وهذا الشيء كثير بحبه كنت بمدرستي، ودائما بقول لهم بس روح زوره، انه هذه التربيه اعطتني القوه لكون مثل اي تلميذ عادي، واعتبر حالي انه مثل اي تلميذ عادي، ما بفرق عنهم، وما ما حسستوني انا عندي نقص، فكرمال هيك انتم عم تعطونا الاهتمام الزائد. نعم. على كل حال نسرين أكيوز، انت نموذج مهم جدا وملهم جدا لنا جميعا،
بدي أشكرك جزيل الشكر على هالمقابلة اللي أنا ضفتي لي كتير، وبتمنى أن تكون ضافت أيضا لمشاهدينا، وبالتأكيد الأسبوع الجاي رح تكوني معنا هون بالاستوديو، والله يسترنا من التمارين إن شاء الله. شكرا جزيلا.